السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيت نهضر لكم على ديك 800 الف طلب ديال الشكايه اللي استافدوا، و 400 الف اللي ترفضوا، و 800 الف الاخر اللي مازال في طور المعالجه. اول حاجه كنطلب من الناس جداد في القناه ديالي يشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوقع يوصلهم اي جديد. اما بالنسبه لموقع تضامن، كيف ما كتشوفوا الناس اللي داروا شكايه وبغاو يشوفوا فين وصلت الشكايه ديالهم، دخلوا نمره لاكارت، نمره الهاتف، وهذا الكود هذا اللي هنا يدخلوه هنا ويديروا اكيد راه غادي يعرفوا. المهم غادي نوريكم انا جوج دليكا اللي كاين، واحد شي ناس انا اللي سجلتهم تقبلوا، وشي ناس مازال كيراجعوا لهم في الطلب ديالهم. الناس اللي تقبلوا كيف ما كتشوفوا كيطلع لهم لقد تم قبول شكايتكم وستتوصلون برساله قصيره لاستلام الدعم. هذا الميساج هذا اللي هنا كيأكد ان هاد الناس راه تقبلات الشكايه ديالهم وانهم غادي ياخذوا الدعم ديالهم، وهاد الناس تواصلوا معايا وصلاتهم 1000 درهم. هاد الناس هادو انا اللي سجلتهم، انا اللي درت لهم شكايه، تواصلوا معايا قال لي راه باللي راه خداو 1000 درهم. وهاد الناس هادو هما اللي دايرين شكايه، ماشي انا، غير صيفطوا لي باش نشوف لهم الوضعيه ديالهم. كيف ما كتشوفوا دايرين لهم شكايه في طور المعالجه، يعني هاد الناس هادو ماشي رفضوهم. هاد بزاف الناس كيصيفطوا لي كيشوفوا راه تم رفض طلبكم هنايا، ما تشوفوش هنا دابا كيف ما قلت لكم في الفيديو الاول، شوفوا تلقاو هنا باللي راه الشكايه ديالكم واش تقبلات ولا ترفضات. عاد شوفوا هنايا كيف ما كتشوفوا هنا دايرين الشكايه في طور المعالجه. الناس بزاف الناس كيشوفوا تم رفض كيقولوا راه رفضوا، لا مازال ما رفضوك، ما حد هاد الشكايه في طور المعالجه بالصفر، راه مازال ما كاين والو. يعني انت من دوك 800 الف اللي مازال ما راجعوا لهم الطلب الشكايه ديالهم ولا الطلب ديالهم. اما بالنسبه اللي لقاو لقد تم قبول شكايتكم، غير تسناو راه غيوصلكم ميساج فيه شحال غادي تاخذوا الفلوس وفين غادي تاخذوهم. هذا ما كان نتمنى من هاد 800 الف كامله اللي باقا ان شاء الله محتاجه ومحتاجه تستافد. هذا ما كان تهلاو في راسكم، غير هذا الفرق بين هاد الجوج ميساجات اللي بغيت نوريكم، حيت بزاف الناس باقين غالطين. كيف ما كتشوفوا هنا راه دايرين لهم تم رفض طلبكم، ولكن هنا دايرين لهم الشكايه تقبلات. يعني انتم دابا غتشوفوا هذه ولات بالخضر ودايرين لكم تم قبول شكايتكم صافي، يعني غادي تستافدوا. وهاد الناس تواصلوا معايا كما قلت لكم وراه خداو 1000 درهم. يعني بزاف الناس كيقولوا لا راه غير كذوب دايرين شكايه، لا راه الناس كيستافدوا. وكيف ما كتشوفوا هاد الناس راه استافدوا هادو، وراه غنوريكم الميساج اللي صيفطات لي هاد السيده هادي باللي راه استافدوا. وهذا ما كان كيف ما قلت لكم، تهلاو في راسكم وبارطاجيو هذا الفيديو مع الناس باش يعرفوا الطلب ديالهم ولا الشكايه ديالهم فين وصل. هذا ما كان، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو وتابوناو فلاشين وتفعلوا زر الجرس. تهلاو في راسكم.